مساء الخير واهلا وسهلا بكل مشاهدين الام سي جولد تي في باكسكلوسيف لليله. الليله في عنا موضوع مميز ومتميز وهو اللي بيجلب الفرح والابتسامه. بلد الاستقلال، بلد الحرية وبلد التسامح لبنان. بعيد استقلالك يا لبنان، رح ارفع بايدي العلم اللبناني. بعيد استقلالك يا لبنان، كل لبناني رح بيقول بلد السلم وبلد الحرب. لبنان اللي توجع كتير، انجرح كتير، اتألم كتير، ولكن بفضل شبابه وبفضل عزمه قوته ونضاله وصل للاستقلال. اليوم ب 22 تشرين الثاني بهالسنه هيدا، بهالشهر هيدا، تم استقلال لبنان. ان شاء الله يا رب دعائي كلبنانيه ودعاء كل لبناني وكل انسان عربي انه يستقل عن جديد، يستقل من السيطره والهيمنه، ان كان على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي. فيوم رجوعك يا لبنان هو يوم استقلالنا كلنا. اليوم بدي اقول للبنان ثلاث كلمات. بفرحتك لون الأحمر هو الحب، وبابتسامتك اللون الأبيض هو السلام، وبأخضرك بأرزك هو الأمل. فالحب، السلام والأمل يعمروا بيتك ويكونوا هن معمادك الأساسي ليرجع لبنان، لبنان الأخضر، لبنان. اليوم نبدأ أول مقابلتنا مع الناس أكيد الموجودة من كل أقطار البلدان العربية، وأكيد بستقبل صديقتي سهيلة وبقول لك Welcome to MC Gold TV. It's exclusive, my show on MC Gold TV. Say hi. Thank you for having me. It's always a pleasure to be with you, Rabia. Thank you, Suhaila. مثل ما بنعرف, today it's the Independence Day for Lebanon. And it's very important, you know, for Lebanese people, and especially here in Detroit, Michigan, to talk about this very, very important event, especially Lebanon now going through a lot of things, very difficult and very critical. So what do you say about this very, very important event? This event is important because as Lebanese living outside of Lebanon, we try very hard to keep a strong grasp of our roots and our heritage and our culture. And through the Lebanese American Heritage Club and the activities that we do, we encourage our community to stay involved and not forget where they came from, whether it's their parents immigrating here or their great-great-grandparents. We want our community to be proud to be Lebanese. So what do you say about the independence, you know, specifically? What this word means to you? Well, the word independence means a great many things to any human being. It's the opportunity to express yourself completely and freely. And we have that special gift here in this country, and we hope that the Lebanese will be able to have that same freedom of expression that we have here in the United States and cherish so dearly. So we hope that in Lebanon, they're able to embrace that type of independence and freedom and really reach out to the rest of the community and hold hands with one another and just be proud to be Lebanese and not bring anything to come in between them. Because we need it very, very bad, right? We do. Thank you, Suhaila. Thank you. Thank you. It was a pleasure. اكسكلوسيف اليوم عم بيغطي حدث كتير مهم، الحدث بحدثين مثل ما بيقولوا. اليوم عيد تأسيس النادي اللبناني اللي تأسس سنة 1982، وكمان مسائب اليوم عيد استقلال لبنان. اليوم بهالمناسبة منرحب بمؤسس النادي اللبناني الأستاذ علي جواد، منرحب فيك نحن وأسرة الام سي جولد تي في. أهلا وسهلا، نحن منرحب فيكم وكل عيد وانتم بخير. يعني مسائب كمان ثلاثة أعياد، عيد الأضحى كمان وعيد النادي وعيد الكبير هو عيد استقلال لبنان. بظل هالظرف الصعب، انا دائما بقول للبنانيه، ومره حطيتها بوست عندي على الفيسبوك، يعني جمعت 8 و14 بيساوي 22، ايمتى برايك 8 و14 بدهم يجتمعوا تيتم الاستقلال اللبناني؟ هن على طول مجتمعين، على طول مجتمعين للبنان، على طول في ورا منه ايادي الطاف الهيه بتحفظه. ولبنان هو رائد الديمقراطيه بالمنطقه، ونحن كأمريكان من أصل لبناني بالوقت الصعب اللي هون عم تمروا فيه الجالية العربية والجالية المسلمة بشكل خاص، نحن دورنا ريادي نرفع شأن
ما نكون ما نخلي هالجالية هذه انه الجالية اللي كل سياسي بده ياخذ هاي سكور بالبوليتيكال ارينا انه يستعمل. نحن اللبنانيين دورنا ريادي لأن نحن اللي وصلنا لحود ووصلنا رحال وسبانس ابراهيم. نحن اللبنانيين يلي وصلوا هنا كانوا تحت رايه العرب امريكان العرب الامريكان بواشنطن. بعد دورنا نحن هلا ريادي نكون موحدين اللبنانيين لنطلع الجيل العربي والجيل الاسلامي من هالمأزق اللي هي فيه بالوقت الحاضر. خلافات لبنان انا بنصح كل انسان رايه بلبنان يخليه لإله، لأنه هون بالمهجر ما في في حزبين، في حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري، لا 8 ولا 14. ايه بس كلبناني انا مثلا كلبنانيه عايشه بامريكا ما فيني غير لعبر عن رايي بلبنان، مثل من هون مثل بيقولوا حريه التعبير والراي. طبعا بنعبر عن راينا بس ما بنعملها ماده خلاف بيناتنا كلبنانيين لانه بتاثر علينا. اليوم صدقيني اللي بسمعوا من لبنان انه نحن اهل الاغتراب، نحضر اخبار بلبنان عن لبنان اخبار سياسيه اكثر من الشعب اللبناني. اذا بدنا نتاثر فيها تاثير سلبي بتاثر على مستقبلنا ومستقبل اولادنا. اولادنا لا خصهم بال8 ولا ال14، خصهم انه اصل لبناني. وفي حزبين اذا بده يرفعوا من شان جاليتهم ومن شان يساعدوا وطنهم ما فين يكونوا الا بحزب يا جمهوري ويختلفوا كجمهوريين وكديمقراطيين. يعني برايك هيدا الحل انه نحن عم نحكي هلا بعيد استقلال لبنان؟ اكيد كثير بهمنا الوحده اللبنانيه العربيه ببلد الاغتراب، بس كحل هلا بالظرف اللي عم يتخبط فيه لبنان، الظرف السياسي والامني والاقتصادي، عم بمر بظروف كثير صعبه. الحل كلبناني شو بنظرك؟ مش كامريكي لبناني، كلبناني لبناني. لبناني ما له الا ما يتفق مع لبناني، اثبت عبر التاريخ وطاوله الحوار. طاوله الحوار مجبورين اذا ما قعدوا مع بعضهم هن من جوا حيقعدوهم اقليميا للاسف. نحن هذا لانه نظامنا نظام طائفي، بس نلغي الطائفيه بلبنان ساعتها بنصفي احرار ببلدنا. طول ما نظامنا طائفي كل طائفه انتماء انتماء ما في انتماء وطني للاسف، في انتماء طوائفي وعم يصير هلا في انتماء مذهبي. بس نلغي الطائفيه. طيب شو البديل للالغاء الطائفيه؟ نبلش بشيء، نبلش انا مثلا دوله مدنيه. انا كنت مع الزواج المدني لما طرح بال90s وهي كبدايه لهالتحرير. بدنا نحرر النفوس لحتى تتحرر النفوس. طيب مسيو علي جواد، حضرتك من مؤسسين النادي اللبناني، خلينا كمان نعطي هالمناسبة حقها. شو كانت أول فكرة لتأسيس النادي اللبناني؟ شو كان الهدف منها؟ وشو نشاطاته المتميزة للنادي اللبناني؟ بنعرف أنه بيشارك بكتير أشياء مهمة. يمكن بالرد على 8 و14 بطريقة غير مباشرة. بس بال82 ما كان في 8 و14. هو جمع اللبنانيين واخترنا أنه يكون عيد تأسيس النادي كان بذكرى الاستقلال، لحتى نحن لأنه بالثمانينات إذا مذكرة كانت الحرب الأهلية بلبنان عم تمحي الهوية اللبنانية. كان النادي لجمع اللبنانيين من جميع الطوائف، وللأسف كان وقتها في غياب تواصل بين الدولة وبين الاغتراب. كنا نعمل مناسبات رياضية ومناسبات فنية. ليش بقول للفنانين الكبار مثل راغب علامي ووليد توفيق وعاصي الحلاني هنو السفرة؟ لا انه هن كانوا السفرة بوقتها لما يوصلوا الكلمة اكثر من السياسة، يوصلوا الكلمة من الغناء، وهن الوحيدين اللي كانوا يجمعوا اللبنانيين. كنا نكون عندنا ضيوف امريكان ويشوفوا على التلفزيون الحرب اللبنانية وكيف قاعدين انتوا اللبنانيين هون. يعني اللي قال انه عطوا اللبناني السلام بيعطيكم يدهش العالم ما كان غلطان، لكن كان النادي لو اعطونا السلام وخذوا ما يدهشوا العالم. ايه لا اي ثينك رئيس من الرؤساء الجمهورية اللبنانية ما بعرف، بس كان فكرة النادي اللبناني لجمع اللبنانيين ولا انه ننخلط بالسياسة الامريكانية، لان هذا شعاري ديموكرات وريبوبليكان من الاديتور. طيب استاذ علي جواد، اليوم ببرنامجنا اكسكلوسيف كل يوم نختار موضوع نحكي فيه. اليوم انا بكتير بمسني هيدا الموضوع، موضوع استقلال لبنان. انا بكلمه وحده بقول
تجمعوا وما تتفرقوا تنوصل للسلام. بكلمة واحدة شو بتقول لمشاهدين الام سي جول تي في بيوم عيد استقلال لبنان؟ بعيد يوم الاستقلال تفائلوا بلبنان، لأنه لبنان هو أكبر من الكل، أكبر من الطوائف وأكبر من الأحزاب وأكبر من الزعامة، بيضل لبنان. راجع لبنان، راجع متحلي وأخضر أكثر ما كان. أدبك تنعونت إخوي صورة ومضمون.